أول شيء أنا بحس أي شخص ناجح في عنده يعني مسؤولية واجب، هو ما له خيار، أنا بلاقيه يعني شيء بديه. أدي عمره هيدا السكتش بوك؟ هاد يعني عم تحكي يمكن كان عمري 12-13 سنة، هول كلهم يعني هيستوري. Seriously? هي أول مرة بحياتي بحكي عن الكولكشن قبل ما تنعرض. صح، اللي عم شوفه في ميل مودلز للمرة الأولى. Another scoop. Oh my god. Yes. واو. بكون كتير فخور بالفريق العمل تبعي اللي قدر هالرؤية تبعي حطها على أرض الواقع ونفذها بحذافيرة الصغيرة اللي بتطلعها بالضبط مثل ما كنت أنا عم بحلم. مساء الخير، حلقة الليلة من مشاهير مميزة جداً لأنها بتروي مسيرة مصمم أزياء من سوريا بدأ رحلة الإبداع في دبي، مسيرة امتدت لأكثر من 20 عام. قصة فنان ورجل أعمال ملهم، صديق ورفيق التجارب الجميلة رامي العلي. بتصير فيها إدمي أحياناً، نخسر بعض يعني لكم يوم، بس بعتقد بكل دار لازم يكون في صوت حقيقي وصوت ما بيخاف يقول رأيه مشان ما يوقع المصمم بهالدائرة هاي اللي بيشوف حاله فقط. دائرة الأنا؟ أكيد. اللي تابع مسيرة الإعلامية بيعرف بداياتي مع المصمم السوري رامي العلي، وكنا سبق وأنتجنا حلقة خاصة عنه بالسنوات الماضية. هالمرة التوجه له طابع مختلف، أولاً لأنني أريد التأكيد على أهمية دبي، المدينة الحاضنة للمواهب العربية اللي صار إلى قيمة فنية على الصعيد العالمي، وثانياً إلقاء الضوء على قصص نجاح ومثابرة من الخليج العربي للعالم أجمع. ما في شك إنه الوضع الصعب بالمنطقة العربية دفع بالمبدعين العرب التوجه إلى مدن آمنة ذات رؤية واضحة مؤمنة بأهمية الفن كرسالة اجتماعية تعكس ثقافة دبي. دبي في خيال رامي العلي، ولكن سوريا في روحه، وهذا الأثر واضح من خلال الهندسة المعمارية الداخلية للمقر الرئيسي في دبي ومنزله الذي يعكس شخصيته. أمضينا يومين في دبي مع المصمم رامي العلي. صعب الموضوعية أحياناً عندما تروي قصة نجاح صديق، لذا قررت بهالحلقة التجرد من كل القيود وتكلمنا بشفافية عن حياته، بداياته، العقبات اللي واجهها، دوره الإنساني والاجتماعي، وأخيراً نظرته للمستقبل بعد أكثر من 22 عام من العمل المتواصل في قطاع الأزياء. أنا من أنا صغير كنت كتير بهتم بالرسم، أهلي انتبهوا أنه لما برسم بهتم كتير بالمظهر بالرسم، ودائماً برسم شيب أنسوية، دائماً بنتبه على القماش، دائماً بدقق على التفاصيل. بنسحر. كيف كان هالمحيط؟ أنا محظوظ أنه كان عندي 5 نوافذ على عالم النساء بالبيت، عندي 4 أخوات وعندي والدتي، كانوا هن فعلاً نوافذ لإلي على عالم المرأة من فترة يعني كتير بعيدة ومن طفولة، يعني ما في إدراك، ما في وعي لهذا الشيء. كان في طبعاً مجتمعين منفصلين، الشباب لحال، دائماً البنات لحال، الأحاديث مختلفة، الأهواء مختلفة، النشاطات مختلفة، فبالتالي أنا كان عندي إدراك مبكر جداً شو بتحب المرأة، كيف بتقيم المرأة، شو اللي بيلفت نظره، كل هالتفاصيل هدول عطتني الثقافة بجوز المانة أكاديمية، بس الثقافة العملية اللي جزء كتير مهم وأساسي بمهنة تصميم الأزياء.
هذا من الأشياء القليلة اللي قدرت والدتي الله يطول بعمرها تنقذهم من بيتنا القديم اللي منه موجود اللي ما عاد موجود. فبمنطقتنا دير الزور طبعا صار في تهديم كتير نتيجة الحرب. اللي استغربته انه مو غراض البيت اللي اهتمت فيهم، اهتمت بهدول القصص، ألبوم صور، سكتش بوك. تفاجأت كتير وتأثرت كتير لما نزلت لعندها مرة وقالت لي شوف شو لقيت. طلع سكتش بوك هو يفترض كان يكون البوك اللي بكتب فيه الدروس الخصوصي للرياضيات. يكتشفوا بعد ما خلص بكالوريا انه ما في رياضيات. كله سكتشز كنت عم بشتغلهم ازياء وموجود. للمرة الأولى يكشف رامي العلي عن دفتر الرسومات الأول التي احتفظت به الوالدة، وأراد أن يكشف مدى أهميته المعنوية على كاميرا مشاهير. أدي عمره هيدا السكتش بوك؟ هاد يعني عم تحكي يمكن كان عمري 12-13 سنة. It's amazing how big shoulders are like back in fashion. 80s. 80s. عم تحكي فضحنا حالنا. أنا مواليد الـ 80s anyway يعني so هول كلهم يعني history. من منطقة دير الزور ومن خلفية عائلية ملمة بالهندسة المعمارية والتاريخ، بدأ مسيرته مع شهادة بالعلوم البصرية، وكان عاشقاً للرسم منذ الصغر، لذلك لم يكن غريباً أن يكون مشروع تخرجه عرض أزياء في العام 1995. نجده يردد دائماً ويلتفت لهذا القول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، عندما لا تجد طريقاً أمامك فلتشتق طريقك بنفسك، عبارة ملهمة تعبر عن مسيرة النجاح التي يتخللها صعوبات دفعت بهذا المبدع العربي للعمل المستمر لتحقيق حلم الطفولة. أنا تخرجت اتصالات بصرية من جامعة دمشق من كلية الفنون جميلة. قبل الاتصالات البصرية أنا اتصالات البصرية بالإنجليزي يعني Visual Communication. Visual Communication. Communication Arts. فيها. So that's why we connect. قبل by the way أنا لأنه أول ما طلعت لي أول بكالوريا طلعت لي هندسة كهرباء. كنت رح تكون المهندس رامي العلي مش ظابطة. أبداً. أول سمستر بجوز رحت على الجامعة 3-4 days رجعت قلت له no way. شو غريب معظم الديزاينرز يلي طلعوا معك بنفس المرحلة الكل بيقول يا كانوا أول سنة هندسة وهربوا، يا أول سنة طب وهربوا، يا أهلهم بطلوا يحكوا معهم وراحوا باتجاه التصميم. عن جد هالأمور يمكن الجيل الحالي ما بيعاني منها لأنه الإدوكيشن موجود طبعاً، الأويرنس موجودة، التولز موجودة لأنت تكون مصمم ناجح. فيك تعمل انترنشيب عن أهم المصممين، يمكن أنت بهديك المرحلة ما صح لك تشتغل بمنازل موضة عالمية، مزبوط ولا لا؟ صح، هي أهم شيء صار عندك في تسقيف للعالم بخصوص هاي المهنة. يعني هي كان أول تابو والستيغما حول مصمم أزياء أول شيء إنه هي مهنة أجنبية، هي ما أنا مهنة عربية وما في شيء تقارن فيه حدا موجود لامع عمل علامة تجارية مهنة إلى مردود إلى دخل موظفين شركة كبيرة، ما كان في موجود هذا الشيء أبدا. يعني لهيك أول فترة أهلي ضلوا عم يقولوا إنه هو Is it a real thing؟ يعني بيحاولوا قد ما بيقدروا انه يقربوا على الشيء اللي بدي اياه ويقربوا على الشيء اللي ممكن يفهموه العالم. فالتسقيف هذا صار موجود هلا، العالم بيعرفوا شو يعني مهنه تصميم ازياء، صار في اسماء كثير يعني بي 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 بالمجتمع موجوده بالوطن العربي من ثقافتنا، يعني بيطلعوا عليها العالم وبيحترموها وبيتابعوا شو عم يعملوا، وبالتالي
بيمتثلوا فيه، فهذا اختلف كتير عن المرحلة تبعنا. لنبدأ من اختياره ضمن قائمة Business of Fashion لأكثر الأشخاص تأثيراً في قطاع الموضة، ليكون بذلك السوري الوحيد والأول في هذه القائمة المهمة. انتقل رامي العلي إلى دبي في العام 2000. تعرفنا عليه بالعام 2009 في أول تعاون رسمي مع تلفزيون دبي لصالح أحد أهم برامج الهواة في ذلك الوقت، نجم الخليج. ما بين دبي وروما وباريس، إليكم جدول زمني مبسط يرصد مراحل نمو العلامة التجارية على مدى العقدين، هذا بالإضافة لأبرز المشاهير اللواتي ارتدينا تصاميمه. على مدى يومين تواجدنا بالمقر الرسمي للدار في دبي واطلعنا على مراحل تحضير المجموعة الجديدة، بالإضافة لجلسة فيتينغز عروس رامي العلي. مشاهير في زيارة لمنزل رامي العلي في دبي الذي يعكس جوانب عديدة من شخصيته الفنية. هذه الكراسي التي جلسنا عليها تم تصميمها من قبل رامي العلي وتم تنفيذها من قبل حرفيين سوريين، في إشارة واضحة للاحتفاء بالحرفية السورية القديمة والنقش على الخشب معزز بتفاصيل اللؤلؤ. هناك عدة مدارس عرفت بهذه التقنيات من فينيسا، الشرق الأوسط، تركيا وإسطنبول تحديداً، القدس والشام. أما بالنسبة لهذه اللوحة فهي من إبداعات الفنان السوري صفوان دحول. الجدير بالذكر أن المصمم كان من معجبين هذا الفنان في مراحل الدراسة، ولكنه لم يمتلك القدرة المالية لاستحواذ لوحاته آنذاك. هذه الزاوية من المنزل أيضاً تؤكد على عشق رامي في الاستحواذ على قطع الأنتيك. يبلغ عمر هذا الدرج أكثر من 150 عام، ويعود عمر هذا الحذاء العالي الذي عرف في العام 1900 وكان معتمداً من قبل النساء في مصر، لبنان وسوريا. بالحديث مع رامي العلي أشار إمكانية تشعب تصاميمه لتشمل الأثاث في المستقبل. هوايتك من الأساس كانت معروفة جداً، وعلى مدى السنوات البصمة صارت واضحة أكثر، إن كان بالأتوليه ولا بالإنتيريور اللي منشوفه بالبيت ولا بمصادر إيحاء المجموعة. سوريا دايماً بالقلب. خبرني قدي أنت معلق بهالقطعة الأرض اللي أنت ما بتروح عليها؟ بحياتي ما انفصلت، يعني حتى إذا ما في اتصال بشكل مباشر فيزيكلي بزور، يعني الفترات الزيارة كتير مقطعة، مو قد ما أنا بدي نظراً لظروف الشغل والظروف الحالية، بس بحياتي ما انقطعت أبداً. سوريا كل ذاكرتي البصرية هي من سوريا. معظم فترة شبابي ومعظم فترة الجامعة بالشام القديمة، يعني عندي عشق كتير لإلى الروايح، الألوان، الطقس، العالم، بنى كل الشخصية رامي العلي الكرياتيف. بفتكر الصيفية الماضية زرت مخيمات لاجئين وكنت بلبنان، وكنت عنصر داعم للأطفال، قعدت معهم، حكيت معهم، طلعت على رسوماتهم، سمعت ممكن أحلام يمكن ما بتتحقق، بس سمعت لهم قدي بأثروا فيك وقدي بتحس حالك بعد في كتير أمور بعد ما عملتها، قدي بحسسوك بإنسانيتك أو قدي بتحس إنه في نقص منا نحن كpublic figures. حصلنا على أمور يمكن كانت صعبة بس ولا شيء بالنسبة للي هن قطعوا فيه.
خبرنا أكثر عن هذا الموضوع. أول شيء أنا بحس أي شخص ناجح في عنده يعني مسؤولية، واجب، هو ما له خيار. أنا بلاقيه يعني شيء بديهي لازم يعمل شيء، يعني ما في حدا يكون موجود بمطرح جيد لحاله، يعني الوحدة مملة وقاتلة، فلازم يكون يقدر يطلع الكل معه. يعني it's much more fun, it's much more enjoyable لما كلنا نكون بمطرح واحد جيد. الزيارات كانت كثير مهمة بالنسبة لي. أول شيء يعني بتحطني وجه لوجه مع الواقع الحقيقي اللي نحن بجوز ما دائما بلمسه، خصوصا بمهنتنا. يعني نحن دائما بالخيال، دائما ب عالم تاني بالخيال. فكان مهم يعني يكون عندي توازن بين الواقع اللي عم يصير وبين الحلم اللي دائما أنا باخذ العالم عليه. في شيء قصة معينة هيك أثرت فيك من الأطفال اللي التقيت فيهم؟ شام، اسمها شام هي أول بنت لفتت نظري. هالبنت عن جد مبدعة فظيعة، كرياتيف بالليميتيشن اللي موجود عندها. ما عم نحكي نحن بس مواد، بالليميتيشن إنه شو اللي حواليك عم يعملك إنسبيريشن. لا في إنترنت، لا في تلفزيون، لا في عالم، لا في محلات، لا في شارع. هالإنسبيريشن اللي عم يجيها عم تعمل تصميم أزياء للدمى من الأشياء اللي موجودة عندها، كيس نايلو، غطا مخدة، زيادة شقفة قماش لفستان كبو، وعم تعمل أشياء. يعني فعلا هاي البنت لو أعطاها موارد ومصادر أكثر كانت عملت شيء خارق. دمعت المرة. فعن جد فظيعين يعني بهالمطارح هدول، كيف قدرانين يقلبوا الواقع تبعهم بخيالهم ويحولوه لعالم جميل، يعني بنرفع لهم تحية. هي كانت هي الستارت اب على الكولكشن، الجرافيك، الميكس اوف كولرز، as you can see going back to the Bedouins اللي هي where I grew up with, seeing the people, the relationship in between each other. فكله هاد السيزون I decided to speak that voice. هيدا اول مره مصدر الالهام بكون البدو بشكل yeah. في منطقه معينه من my hometown، من دير الزور. يعني نحن very much in the middle of the Bedouin area. Most probably roots تبعنا كمان يكونوا Bedouin. في كتير أشخاص ما بيعرفوا إنه النساء بهديك الفترة أو النساء البدويات هن providers لعيالهم، يعرفوا بقوتهم. كان الرجل يبقى بالبيت والمرأة اللي هي كانت تعيل العائلة. The idea of woman empowerment موجودة من زمان مش من هلأ، لما المرأة كانت تهتم بالعائلة وتطلع رزقها وتشتغل. فكتير حلو انه عم تلتفت لنساء البدويات بهذه المجموعة. You're 100% right. يعني وهدول واحدة من المسجز اللي كان بدي وصلهم. أول شيء كان في الميكس in between sexes which is super normal بالبدوين لايف. مثل ما قلتي المرأة هي كانت provider، هي اللي بتنسج، هي بتغزل، هي بتعمل حليب جبنة. So هي اللي بتدير very strong personality وcharacter. يعني بتشوفيهم دغري. خلينا نحكي عن مرحلة البحوث أو الريسيرش. من زمان كنت تقرأ كتير. بعدك أنا زمان بتكبرينا. It's only 5 years ago. بعدك بتهتم بهالمرحلة، بتقرأ أو بتحضر أفلام معينة بمرحلة الريسيرش يلي هي جدا مهمة لما بكون
الانسبيريشن او مصدر الوحي تاريخي او كلتشرال الى حد ما. انا كثير حب احط حالي بالاتموسفير بشكل حقيقي، يعني اذا بيصح لي بروح على المطرح اللي طلع منه الوحي، بشوف العالم اختلط فيهم، اللي بيوحي لي اكثر غير الاستاتيك، غير الشيء اللي على الفساد موجود برا، على الاتيتيود، على البيهيفير، شو اثر هذا اللي برا على الكاركتر جوا. هذا اللي بحب انا يعني دائما احط حالي فيه. أكيد قبل كنت كتير حب جمع كتب وأقرأ، هلأ to be honest thanks للإنترنت صارت بتلخص كل هاد بمواقع معينة. Pinterest أنا كتير مدمن عليها، بتعملي مود بوردز حلوين، يسيف كل هالرفرنسز اللي موجودين، هالفيجوال اللي بتلاقيهم over the net بيساعدوا كتير. صح، لعم شوفوا في ميل مودلز للمرة الأولى another scoop. Oh my god. Yes. Wow. Yeah. وأخيرا. I'm sure في كتير ميل clients ناطرين هيدا اللحظة. كتير بننسأل وكتير أوقات شي مليون وين انتي دفشتيني مليون مرة، وكتير أحيانا مثلا بكون لابس شغلة بيقولوا لي شغلك؟ I think I was not ready. وحتى الديزاينز اللي موجودين هن يعني حاسسون مور editorial. So far. لنشوف كيف بتخلص باقي الكولكشن. I cannot wait. Yeah. على مائدة رام العلي تجمعنا كأصدقاء، ومن الوجوه المعروفة في الفن والتصميم نادين كونسو وندى دبس، والمنيو مطبخ سوري. صراحة هيدا أول مرة بجرب فيها الأكل السوري. ليلة ممتعة لا تنسى في منزل الصديق رام العلي. سهلة يا لا، عم بشتغل على الطاولة من الصبح، عملت السيت اب كله. عن جد انت اشتغلته لوحدك؟ كثير إلي مرة حضر للدينر، اعمل سيت اب كمان لما بيصير الطقس حلو. بكره بتشوفي بعمل بيوتيفول سيت ابس برا. ليه نقيت لون البينك؟ لأنه أنا بحب البينك as well. قلت لحالي نحن هون بداية الشتاء، كأنه الربيع برا، لأنه الطقس بيصير حلو، وكل الصبايا اليوم جايين لابسين spring summer collection. I thought it would be nice. You like hydrangeas and tulips. Feminine table. أنت إليك مرأة بالتحضيرات؟ لا هيك دغري قطع بتر؟ لا، وماني ست بيت، مش هيك بعد ما تجوزت لهلا. مع انه انت امك طبخها كثير طيب. امي طبخها طيب. ايه، كيف سمحت لك؟ كارير مومن انا حبيبي، ما عنده وقت. بتعملي لي فيها دليفري وانجا السنة الثانية، انه الاثنين بينجمعوا مع بعض. دخلك اوبا احترقت. معلش، خلينا نجرب نحن. اوكي انت عمل. مش ست بيت، شو بدي اعمل؟ بس هي صعبة. هي صعبة مزبوط، معك حق. It's too low. Yeah. الأكل اليوم شو؟ الأكل اليوم كله أكل سوري. اللي بتعملي الأكل صبية بتاخد العقل. تفضل. نور كيالي بتطبخ أكل كتير طيب، دائما بطلب من عندها. فاليوم الأكل الشامي بيختلف كتير عن الأكل اللبناني؟ إيه طبعا. هي طبعا كانت كتير قوية. إنه أطيب. مش كتير قوية، شوي.
طبعا العالم كلهم بيجوا مؤخرين، ما حدا بيجي على الوقت. Which is good, it gives me enough time. بحضر مظبوط. والله عم تساعدني. مين عازم اليوم؟ اليوم عازم كل رفقاتي والصبايا. ليش عم نعمل هيك؟ مش اريح هيك؟ مثلا؟ ايه. يا عيني على الزكا. شفت شعلت زكا، اسم الله عليك. يعني صحيح ما بتعملي شغل بيت بس. بس هلا السؤال كيف بدي ارجع؟ اوكي. ايبي ما نحرق البيت اليوم، نحرق بوا الثاني، عنا ضيوف. انت عن جد كيف بدنا ننزلها هي وفيها مي تحت هلا؟ سيريسلي؟ واو. او نو، ذس نو. ليه عملتي هيك؟ انا فكرت. ثانكس. دي فرجيني ما صار شيء، لنشوف مين اجا وحينقذك من الموقف. Ladies. من 2001 لل 2009 مرحلة، منا مرحلة كبيرة، ولكن المايلستونز كانوا جدا مهمين. من تأسيس العلامة لغاية عرض المجموعات بروم، شو تغير؟ أول شيء بيجو صرت بروفيشنال أكتر. يعني هي مثل ما قلت لك واحدة من الصعوبات تبعي، إنه ما كان في دراسة واضحة إنه كيف بتصنع علامة تجارية. شو يعني لوك بوك؟ شو يعني شوت إديتوريال؟ شو يعني بتعمل كولكشن أوتو مونتر ووحدة سبرينج سامر؟ شو يعني فرق ريدي تو وير عن الكوتشور؟ كله هذا يعني أنا تعلمته بهالسنين اللي قبل ما أطلع لرب. هلا نرجع نذكر إنه بهالسنوات كنا مركزين على صناعة الكوتشور فقط. مظبوط. لأن كانت الأسهل، كانت اللي مطلوبة أكتر، كانت اللي فيها فضاء حرية أكتر، فما في قوانين مثل الملابس الجاهزة، مثل الـ 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 الخطوط الثانية، فكان أسهل إنه أقعد أتدرب فيها إذا بدك. فكل هذا أنا بالنسبة لي من 2001 ل 2009 كان هو تثقيف وتعليم لأقدر أصنع علامة تجارية. لما عرضت بروم أول مرة ب 2009 ضمن الأسماء اللي كانت عم تعرض بهداك الوقت، أسماء كبيرة مهمة، فالنتينو، سارلي، بنفس المستوى، عم تعرض نفس المنتج، عم تحاكي نفس الجمهور، عم تحكي مع نفس الميديا، فلازم تكون على نفس المستوى. So, show me what you have been doing for the new collection sketches. And the same concept at the sleeves. January 2024, what are we to expect من رامي العلي بباريس؟ Runway, presentation. هي أول مرة بحياتي بحكي عن الكولكشن قبل ما تنعرض. في أحلى من هيك؟ يعني هلأ أنت عم تخليني مسؤول عن كل كلمة التزم فيها لوقت الشو. هلأ هي الكولكشن بجوز أكثر كولكشن فيها شيء شخصي، يعني back to the roots. هي فعلا back to the roots، يعني كان في ثيم مختلف تماما بلشت فيه، وبنص الثيم اجى الهام انه بجوز حاج تحكي صوت تاني، احكي صوتك. هل فئه هي خلتني ارجع انه يعني الروتس تبعولي فيهم شيء كتير غني، انا ليه عم بتجاهله دائما؟
أنا من منطقة دير الزور، منطقة هي قريبة للبادية بسوريا، فنحن عنا اختلاط كتير مع البدو بشكل يومي، بشوفهم بحياتهم اليومية، بنطلع على مناطقهم بشكل يومي خصوصا بفترة الربيع، بنشوف اللايف ستايل تبعهم، بنشوف المهن اليدوية اللي بيعملوها، اللبس، الاختلاط بين الجنسين، المرأة قدي إلى مكانتها وقدي شخصيتها قوية، الأكسسوريز تبعهم، الألوان تبعهم، كل هاد كان موجود وكأنه هيك مطمور وفتح. هلا جزء عم يخليني نيرفس وأنا عم بشتغل، لأن بجوز أول مرة بواجه الذات، أول مرة هيك بشوف حالي، وجزء بدي وصل الصوت بشكل صح، لأنه بجوز أول مرة حدا بيطلع من هالمنطقة ويحكي عن هالمنطقة، واللي هي يعني متاكل حقها كتير هاي المنطقة بالتاريخ وبكل شيء كتب عن سوريا. يعني دائما في هالمنطقة دائما ما عم تاخد حقها، مع أنه إلى غنى بتأثيرها وبنتاجها بمضمونها. يعني عندي رهبة المسؤولية وعندي نفس الوقت نيرفس أنه عم واجه حالي. النجاح منه أمر سهل تحافظ عليه. قطعنا بمرحلة 2020، كنت حطيت استثمار قوي جداً لافتتاح مكان مختص بالبريت أبورتي يلي كان بالدي 3. مثلك مثل أغلبية الديزاينرز اضطروا بعد سنة يفكروا شو المهم وكيف يحافظوا على استمرارية الدار. هالمرحلة بالنسبة لك أغلقت هيدا المكان ورجعت back to the roots. نرجع نحكي عن back to the roots لأنه قلع علاقة بشي تاني. رجعت على الفيلا الأساسية يلي كان وجه كتير حلو عليك. هالمرحلة لما تقلص عدد الموظفين، لما الشك كان شي كنا كلنا عايشينه، كلنا كنا عم نفكر صوتنا كيف رح يكون مسموع، رسالتنا هل مهمة بالوقت الحاضر، كيف بدنا نحافظ على الأشخاص يلي هن موجودين داخل شركاتنا. هالمرحلة بالنسبة لإلك كانت استراتيجياً صعبة، وكيف بتلاقي القرارات اللي أخذتها بهديك الفترة أثرت بشكل إيجابي على تطور الشركة اليوم بكل شفافية؟ خلينا نحكي سوري، أول مرة بيسألك حالي لهيك سؤال. أول مرة بيسألك سؤال. It's a very good question. يعني هدول اللي بحبهم بالانترفيوز تبعهم ما نون ترند و what's the latest. لا، في فعلا لا بعد الفساد، واللي هذا كثير مهم العالم يعرفه. بجوز كان أصعب وأسهل قرار عملته بمسيرتي المهنية. نحن بال 2017-2018-2019 كنا عبارة عن ترين ماشي بسرعة وما نعرفان الاتجاه تبعه وراكدين، يعني انتاج كولكشنز بدها تطلع، بدك تلحق تعمل سيزن ورا سيزن، عم تروح تعمل ترانك شوز، في ركض وما عم نقدر نوقف لأنه ما في مجال. إذا بدك توقف You're out. خلص You're irrelevant. فما كان في تفكير، صرنا كلنا عم نعمل نفس قطيع، كنا عم نعمل نفس الشيء لأنه لازم نعمل نفس الشيء بهداك الوقت. هالوقفة اللي اجت بال 2020 بجوز هي أول مرة كلنا مفكر بشكل فردي، فما عطيت وقت كتير للتفكير، أخذت القرار بسرعة، قدرت لم الخسائر قد ما بقدر،
وبعتقد كان بيجوز مثل ما قلت لك أهم، وبفتخر أقول إنه كان يعني أوزن وأحكم قرار عملته بهذيك. شو تعلمت من هالمرحلة؟ بدي أحكي هلأ عن موضوع النمطية، لأنه امبارح قطعت حلقة على الهواء في مصمم لبناني عالمي أكيد تعرفه طبعاً. توني ورد، كنا عم نتحدث إنه ليش ما في استثمارات خارجية عم تدعم المصممين العرب، كفاية ليه ما عم ينمسك بإيد المصمم العربي وينضخ أموال مثل ما عم ينضخ أموال بعلامات تجارية أجنبية؟ كفاية. وأنت you raised a very important point right now، النمطية. دايماً لما بتحكي عن المصمم بتقول المصمم العربي العالمي، بس لما بتحكي عن مصمم أجنبي ما بتقول المصمم الفرنسي العالمي. ليه؟ في طرفين بيلاموا بهذا الموضوع. تصميم الأزياء هو واحد، سواء كنت عم بشتغله أنا ببيروت أو بدبي أو بباريس، مصمم الأزياء عم يعمل نفس المنتج بنفس الفكرة الإبداعية بنفس المتطلبات اللي بيطلع هذا البرودكت. You compared it to music. Music is universal. نفس الميوزك نفس الأرت، ما في شيء اسمه هذا الشيء عربي. يعني في موسيقى مصنوعة بأدوات عربية، بس ما في شيء اسمه هاي موسيقى عربية وهي موسيقى عربية. هاي موسيقى بغض النظر، ما إلى جنسية. وهي أنا دائما بحط اللوم، الغرب طلع أو طلع هال 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 هالصفة إلى أسبوع موضة عربي، أسبوع موضة للميدل إيست، أسبوع موضة إذا كان بس موجود بباريس. كيف فينا نحارب هالنمطية؟ أول شيء يعني نحن نفترض نلغي هدول الصفات، يعني ما لازم نستخدم كل الإضافات اللي عم تنعطى لاسم مصمم أزياء. اثنين، إذا بدي كمان أنا أعطي منتج يقدر ينافس المنتج هذاك، لازم أشتغل كمان على نفس المستوى. كواليتي وايز عم نحكي كواليتي، مو بس بالتصنيع، كواليتي بالتفكير، كواليتي بالتسويق، كواليتي بالحوار، كله لازم يكون على نفس المستوى، بحيث أنه ما أعطي هالجاب وما أعطي الفرصة أنه أقارن بشكل مختلف أو أقل. من دبي إلى باريس، إليكم أجواء المجموعة الأخيرة التي تم عرضها ضمن أسبوع الموضة للكوتور. So Massimo, they told you that we don't want any more anything falling in the face. We want same what we did with Julia, the test yesterday. Everyone the same. So we're going to have ambience music and light from 4, I think. Sure. And then when we see everyone sitting down and we say doors closed, we're going to say lights off. Off. Then music. Go. Go. Light and first model go. Do you want me to send the next model out before she crossed the benches or after she crossed? Before. Before. Okay. Like the minute she's reached the first bench. Yeah. Yeah. Okay. The last look of the evening is black. Yeah. Once she leave, dim light, dim music. Okay. Leave a break of perhaps 5-7 seconds. Start the music only of the bridal. And then the minute the bridal come, the lights come. And then the girls do all the finale and they And we start lining up one by one and then second row one by one. Because second row, okay. Yeah. In front of the bride. Two rows. Might be messy the first rehearsal, but it's good because anyway we have to pause for them. You will give me a reason to yell. We'll make your team So happy. Far you're not giving me this chance. Too late, you sent her. She has to be exactly here when that one starts turning. Yes. Yeah? Yeah. Okay.
And maybe we take more time before we send the first one. Let the music play for longer. Longer, okay. It was too fast. Next, please. Yes. Ready? شو بحس بعد الشو؟ يعني اول شيء بنبسط انه راح كل هالستريس وهالتنشن كله خلص. اول شيء بحس قد ايه انا محظوظ وقد ايه انا فخور. هدول الكم ثانيه اللي بيطلع فيهم على الستيج لما بشوف العالم، بشوف رد فعلهم، بشوف الكولكشن، بشوف المودلز كلهم واقفين حوالي، بكون كثير فخور بالفريق العمل تبعي اللي قدر هالرؤية تبعي يحطها على أرض الواقع وينفذها بحذافيرة الصغيرة اللي بتطلعها بالضبط مثل ما كنت أنا عم بحلم. كتير فخور فيهم. وفعلاً أنا كتير محظوظ إنه عندي هالعالم اللي حواليه اللي قادرين يدعموني، اللي قادرين يكونوا مؤمنين جداً بالرؤية تبعي. بنبسط بعد الشو لما بشوف هيك العالم عم يجوا ويخبروني، طبعا اسبوع الموضة فكلهم عم يحضروا كتير قصص، فلما دغري بيقولوا لي وين كنت احسن، وين انحط الرانك تبعي، بنبسط لما بسمع هذا الشيء. هاي الكولكشن بالتحديد هي كتير شيء شخصي لإلي، لانه رجعتني للجذور، رجعتني لمن وين انا جاي، لذاكرتي القديمة كتير طلعت كلها بتفاصيلها، بعواطفها، بذاكرتي، يعني كلها 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 طلعت مع بعض. يعني هال 12 13 دقيقة مرقوا كلهم هيك فيلم من جزء مهم كتير من ذاكرتي، محتفظ فيها من طفولتي. ديالا بتشكر كتير انه عملت هالعمل اللي كتير حلو، اللي خلت كل الارشيف، الشغل، اللحظات المهمة اثناء تنفيذ الكولكشن، مطارح شخصية، مطارح درجة الجزء الثاني اللي العالم دائما ما بيشوفوه، بجوز بيشوفوا النتيجة بس ما بيشوفوا البروسيس الكبير والكثيف والمهم اللي بيوصل الكولكشن لهالمرحلة. فشكرا كثير لديالك.